يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد في القرآن الاستعارة؟ وإن لم يوجد فما صحة القول بأن الظلمات والنور استعارة من الكفر والإيمان؟ يا أخي، الظلمات على قسمين، ظلمات حسية وظلمات معنوية. من قالك إن الظلمات خاصة بالحسية؟ والنور كذلك، نور حسي مثل نور اللمبات الآن، ونور معنوي وهو نور الإيمان. فهذه ألفاظ مشتركة، لها معاني، لها معاني مشتركة. لكن هؤلاء ما يعرفون اللغة العربية، اللي جاءوا بالمجاز والاستعارات والأشياء ذي أكثرهم عاجم، ما يعرفون اللغة العربية، ولذلك قصروها على بعض الأشياء وقالوا ما خالفها فهو مجاز. من اللي قالها؟ نعم.